بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعرض لكم فكرة مشروع إضاءة لمبات أو ليدات عن طريق الواي فاي، اللي هو شريحة الـ ESP8266-01 والأردوينو والموبايل أردوينو الموبايل أندرويد. بعد ما عملنا كود على شريحة الـ ESP والكود اللي هيستقبل منها عن طريق الأردوينو، وعملنا برضو الكود بتاع التليفون وربطناهم مع بعض، إن شاء الله النهاردة أنا هحط لكم الأكواد الخاصة بالـ ESP والأردوينو والتليفون تحت الفيديو. ياريت تعملونا لايك وإعجاب وشير. دي الفكرة بس، يعني أولا بداية الشغل بعد ما وصلنا وبرمجنا ورفعنا الكود. أول حاجة بندخل الاي بي الخاص بنا، وده بيبقى خاص لكل جهاز ملوش دعوة بالآخر. أنا عامله بحيث أغيره في أي وقت أنا محتاجه. بعد ما بضغط على اوكي بيتنقل لي هنا وبيرجع طبيعي. هنا بضغط على الليد رقم 1 هي الاحمر بتقيد الليد الحمراء الليد الاحمر، وبعد كده الليد الاصفر والليد الازرق والليد الاخضر، وكذلك فصلهم احمر اصفر ازرق اخضر، وممكن نقيد اي حاجة ونفصل اي منهما. دي طبعا احنا ممكن نشغل بيها تلفزيون، مروحة، تكييف، اي معدة كهربائية. طبعا نكبر البداية دي عن طريق الري او اي مكبر تيار ونشغل بيه اللي احنا عاوزينه زي ما احنا شايفين. تعمل بكل بساطة. شكرا، ياريت ما تنسوناش بالاعجاب واللايك والشير ودعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.